على اتوبيس 80. طب بس يقفل بقى يعني ميوت السبيكر عشان طيب هنبتدي على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي دكتور احمد عادل. المفروض هكلمكم النهارده عن الدي كي كراش في البايفوركيشن ليجنز. بس السؤال الاولاني كده سريع مبدئيا كده، لو احنا عندنا كيشن ليجن تفتكر اني احسن ميثود او اساس او اوف ديلينج وذ بايفوركيشن ليجنز ديلينج يعني مانجمنت، يعني لما نيجي عندنا بايفوركيشن ليجن في القسطره المفروض احسن حاجه افكر فيها استخدمها ايه كتكنيك؟ يعني كبدايتك اول حاجه افكر فيها ايه؟ هو اول حاجه المفروض هي يعني باي ديفولت احسن حاجه هي بروفيجنال ستاندنج رقم واحد. فانا ده اول حاجه افكر فيها، لا انا ينفع بروفيجنال ولا لا. لو مش ينفع بروفيجنال هدور على تو ستاند تكنيك، بس الاول يفضل ان انا دايما ابتدي بوان ستاند تكنيك، لان هي باي فور هي دي حتى الان هي دي الاحسن حاجه باحسن ريزلتس. ما نرجعش للتو ستاند تكنيك غير لو مضطرين او يعني حاجات ثانيه في الكاركترستكس بتاعت الليجن تخليني اتوجه ناحيه التو ستاند تكنيك. لكن من الاول كده باي ديفولت اساسا هو البروفيشنال هو الاساس في البايفوكيشن ليجنز. ما بقول احنا كان مبدئيا كده باي ديفولت هو البروفيشنال، لكن بقى في حاجات معينه تخليني اتجه ناحيه حاجه عن حاجه، فده دي قصه ثانيه. فاحنا هنتكلم النهارده على احنا خلاص قررنا نستخدم تو ستاند تكنيك، وهنتكلم على الدي كي كراش. بس تمام. الحقيقه دي كي كراش اولا هي الكراش تكنيك مبدئيا اللي هو كلاسيك كراش ميثود او تكنيك، ظهر في 2003 وكان كولومبو هو اول واحد يوصفه. وبعدها بس حصل بقى مشاكل منه ستنت ثرومبوزز وانستنت ريستنوزز وحاجات زي كده. وبعدين حصل في ظهر واحد اسمه تشين في تشاينا 2008، هو اول واحد ريبورت بقى التكنيك الجديد اللي هو دي كي كراش. حصل موديفيكيشن كتير قوي للكلاسيك كراش ما بين ميني كراش وحاجات زي كده. وبعدين ظهر بقى الدي كي كراش في 2008 مع تشين دوت بتاع تشاينا. والحقيقه الريزلتس بتاعته كانت مبهره جدا لدرجه ان الاوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي ريفاسكلايزيشن جايد لاينز 2018 حطت الدي كي كراش احسن حتى من البروفيشنال ستنتنج او تي ستنتنج يعني في الترو بايفوركيشن في الليفت مين، وادوها كلاس 2 بي. فدي كي كراش عاليه جدا في التو ستنت تكنيك، مش بروفيشنال، التو ستنت تكنيك عاليه جدا، بقت احسن من معظم الحاجات بالذات في الليفت مين بايفوركيشن، وخدت كلاس 2 بي في الريكومنديشنز بتاعت الجايد لاينز بتاعت المايكارديال ريفاسكلايزيشن. والحقيقه السبب كان ده برضو الراجل اللي اسمه تشين ده اللي هو اللي اخترع الدي كي كراش. يعني هو طلع ريبورت كده في 2017 يعني كان كويس جدا، وطلع يعني ان الدي كي كراش احسن من بروفيشنال ستنتنج كمان من ناحيه ال 1 يير فولو اب في التارجت ليجن ريفاسكلايزيشن او تارجت ليجن فيلير. رغم ان هو استخدم يعني العينين اللي بصيت على العينين اللي استخدمهم في الاستدي دي كان يعني 44% منهم عندهم سنتكس سكور اكتر من 32، فده فيري يعني كومبلكس اناتومي. والسايد برانش ستنتنج في الناس البروفيشنال كان في 47% من الحالات، يعني نص الحالات اللي مش بروفيشنال قلبوا على تو ستنت تكنيك. وكمان رغم ان هو استخدم اي بس مثلا في 28% بس من الحالات، فمش عدد كبير يعني. حتى الايمجنج ما استخدموش كتير، فهو استخدم الدي كي كراش بس كده بيرسي من غير اي ايمجنج موداليتي، ومع ذلك طلع ريزلتس احسن بكتير من البروفيشنال ستنتنج. ولو بصينا على الكومبلكسيتي كمان هنلاقي في البروفيشنال ستنتنج في الحالات بتاعته كانت 27% مقارنه ب كومبلكس ليجنز، يعني 27% بروفيشنال 36% دي كي كراش. السايد برانش ستنت لينث هتلاقيه في الدي كي كراش اكبر، و30 داي ستنت ثرومبوزز كان اقل رغم ان الكومبلكسيتي اعلى في الدي كي كراش، ورغم ان الستنت السايد برانش اللي استخدمها كان اطول، لكن ال30 داي ستنت ثرومبوزز كان اقل والتارجت ليجن فيلير كان اقل. فده اللي خلى شجع الجايد لاينز ان هم يزودوا يخلوا الدي كي كراش هو الميثود في الليفت مين بايفوركيشن ودو كلاس 2 بي. طيب احنا هنا لو جينا بصينا على السلايد دي، هو ده الابروتش مبدئيا كده ازاي نفكر في انهي تكنيك نستخدمه. واحنا هنهتم بالدي كي كراش، ده اللي هنركز عليه، اللي هو بايفوركيشن ليجن مع مين برانش ديزيز.
يعني لازم يكون سايد برانش كبير ومين والانجل اقل من 70 السايد برانش الاوريجن بتاعها من مقارنه بالمين فيسل اقل من 70 ديجريز فده الاستخدام الاساسي للديك كاش هنمشي ستيب باي ستيب في الديك كراش اول حاجه طبعا هنصور اناتومي نشوف الاناتومي بيعمل ازاي البيز لاين اناتومي يكون عندنا لو عندنا مثلا زي الليجن ده كده 111 اي ثينك الصوره باينه هنا في ليجن اهوت في ال ال دي واوستير ديزيز سيفير في الدايجنال والدايجنال ده كبير ومهم فده يعتبر 111 ليجن فاحنا السايد برانش ده مهم وكبير فاحنا مش عايزين نفقده مش عايزين حتى نحاول نحط بروفيجنال والبرانش يقفل فممكن في الحاله دي نستخدم الديك كراش ده كان اول ده اول ستيب ان احنا ناسس الليجن ثاني حاجه لازم نعمل وايرنج لبوث برانشز تمام الخطوه بعدها نعمل فري دايليشن للمين برانش وللسايد برانش بريبير الليجن كويس قوي عشان الديك كراش فده ادي بالون هيت في المين فيسل خلاص وده البالون انا كنت للاسف معرفش ما صورتهاش بتاعت المين بس فما عرفتش اجيبها لكن ده البالون ديليشن للسايد برانش ده الستيب اللي بعدها وبعدين هنحط الستنت في السايد برانش بروترودنج 2 ل 3 مللي جوه المين فيسل ونحط بالونه جوه المين فيسل هي طبعا الدياجرام ده مش مظبوط قوي البالونه المفروض تكون يعني واخده الانكومباسنج يعني الاوستيوم بتاع السايد برانش فزي ما هنا واضحه قدامنا بالونه ماشيه في محطوطه في المين فيسل وانكلودنج الاوستيوم بتاع السايد برانش والسايد برانش برده في الستنت من بوزيشن مكانها تمام الخطوه بعدها ديبلوي الستنت في وجود البالونه ديت ندبلوي الستنت في السايد برانش تمام ده الكلاسيك سيناريو الضغط بتاع الستنت بيبقى ان الاينمنت مع تو دوتس اللي هم في المين برانش تمام مش كده تمام يعني وي بريفير ان احنا ناخد مور ذان وان فيو انا بس حبيت اجيبها زي ده جنب بالظبط عشان تبقى واضحه بس هنا انا هحدد بقى دي نقطه مهمه هطلعها احنا في مليمتر اللي هم في المين برانش دي ساعات بتبقى ما بتعرفش نظبطها قوي لكن بالمنظر اللي انت بتعمله اللي هو اهي باينه الصوره دي هنا اهي هيبين هنا الدوت هي زي دكتور محمد بيقول الدوت على الـ تقريبا على البالونه بتاعه المين بس بالظبط بس كده انت بقى حاطط البالونه كده محمد تقريبا ما بين المسافه ما بين البالونه والبول بتاع الاوتيل هو على حسب انت عايز تعمل ميدي ولا عايز تعمل اكتر كل ما انا رايي ان كل ما المثل يبقى اقل كل ما هيبقى الاوفر لاب هيبقى اقل يعني فانا يعني هي الـ 1-2 ملم دي صح زي ما احنا قالها بس نظبطها زي على الطبيعه هي بس مشكله ان احنا نالاين الدوت بتاعت البالونه على الـ على المين بالون بتاعت المين فيسل ان احنا لو فيسل كبير دايمتر مين فيسل كبير صعب جدا ان احنا يعني ساعتها لو احنا حطينا البالونه على اللاين بتاع المين فيسل هيبقى بروتين جوه قوي جوه فهو طبعا هو الكلاسيك تيتشنج هو 1 2 ملم بس طبعا لو احنا عرفناها نظبطها كده زي ما محمد قال كده ان هي بالظبط على اللاين بتاع المين برانش يبقى صح بس لو الفيسل كبير قوي اكتاتك مثلا يبقى اللاين ده يبقى احنا نخش جوه كتير قوي جوه المين فيسل عشان نوصل لللاين ده فده ساعتها مش هينفع طبعا لازم احنا بنتكلم على مينيمال بروتروجن جوه المين فيسل على قد ما الثانيه انك انت تحط البالون ديستنت في المين ارتري وبعدين تسحبه وانت بتظبط الادجستمنت ده ساعات لما تعمل عكس انك تحط الستنت تيجي تدخل البالونه يبقى فيه انا برمي البالون ديستل وبحط اظبط وبعدين اقوم ساحبها فحكم الدايركشن بتبقى اسهل انك انت تظبطها بعدين والحين ساعات بقى بالعكس يا دكتور محمد عشان بس بقى اكون مضطر لو انا مثلا شغال راديال وستة فرنش ساعات الفريكشن ما بين البالونه والستنت بيبقى سخيف شويه فانا دايما بحب احط الستنت الاول عشان الستنت هي البروفايل بتاعها اصعب يعني وبعد كده احط البالونه انا اسهل انها تعدي بعد كده السايد برانش وتحط البالون في المين برانش وبعد كده ترجع تظبطهم مع بعض فبعد كده نعمل ديبلويمنت بقى للستنت بتاعت السايد برانش زي ما واضح قدامنا كده عملنا ديبلويمنت خلاص الخطوه اللي بعدها مهمه جدا بقى لازم تتشيك ال لا بس في نقطه ناقصه
هنشوف بقى الريزلت بتاعت السايد برانش دي، هل في ديسكشنز حصلت، هل في مشكله، لان احنا بعد كده الخطوه بعدها المفروض ان احنا هنشيل الواير بتاع السايد برانش، فاحنا المفروض ما نشيلش الواير ده غير ما نكون متاكدين تماما ان احنا خلاص السايد برانش ده كستنت يعني اوبتيمال، مفيش مشكله منه ومش هحتاج اشتغل عليه تاني دلوقتي قبل ما نخش على الستيب اللي بعدها. في خطوه بقى اضافيه اتحطت بعد كده، ده كان كلاسيك ديك كراش. خطوه بعد كده يقول لك بعد ما تحط بالونه في بعد ما تنفخ الستنت بتاعت السايد برانش تسحبها شويه 2 3 مللي بحيث تخش جوه المين فيسل وتعمل انفليشن تاني وهاي بريشر. والهدف من الكلام ده كله اذا بنعمل فليرنج للاوستيوم بتاعت السايد برانش عشان نحاول نخليه اوبتيمال، نخلي الاوستيوم بتاع السايد برانش والاوبوز بتاعته والاوبوز لي كويس قوي ومفتوحه على قد ما نقدر على الاخر، عشان بعد كده نعمل كراش يعني نحاول نحافظ على الكونفيجريشن بتاعه السايد برانش على قد ما نقدر. وفي ناس قالت كمان الاحسن من كمان ان احنا نسحب بالونه السايد برانش ان احنا نعمل بوت، نعمل نون كومبلاينت جوه السايد برانش في الاوستيوم ده كده، وحتى سموه ده اول، ده يبقى ده اول بوت المفروض، ده يعتبر هيبقى ساعتها ده اول بوت في التكنيك بتاعه الدي كي كراش. فيا اما نسحب البالونه الستنت على ايه على كده، ما هو هيك هو مشكله هو ايه موجود ايه كريم على اه اسمع هو احمد اللي بيتكلم عليه ان هو المنطقه دي احنا عايزين احنا نقوز السلنت هنا عند الاوستيوم على قد ما لان بعد ما هنعمل الكراشنج الخطوه بتاعه الكراشنج البالونه اللي هنا ممكن ان هو السلنت بتروح ناحيه البروكسيمال بارت بتاع السلنت وممكن بتسيب حته فاضية هنا بير من غير ما بقاش فيها دعانة. فلو احنا بعد كده جينا عملنا الاكسيتشينج وخصوصا لو عملنا الاكسيتشينج من هنا فممكن اقول بخرج بره الدعامة بتاعتي خالص واجي انفخ اعمل مور كراشنج للستنت بعد كده واسيب حتى بير عند الاوستيوم بتاعت الدعانة. فان احنا الخطوة دي خطوة مهمة يعني احنا قدر الامكان بنعمل ويل ابوزيشن للسايد برانش ستنت في السايد برانش اوستيوم هو عاده الناس بتسحب بالونه الستنت نفسها جوه المين وتعمل الخطوه دي، لكن طبعا البنش ستاديز بتقول ان احنا لو عملنا بنون كومبلاينت في الحته دي بس كده احسن، عشان الناس بتحاول تقلل تكلفه الستنت بالون نفسها. حتى ما نلاحظ بعد كده لما نيجي نتكلم على بقيه الستبس هتلاقي اول خطوه عارفينها يعني هتلاقي اسمها ريبيت بوت. طب ما فيش اول بوت، احنا كان ما عملناش بوت يعني كان اشتغلنا بعدين قلنا ريبيت بوت وبعد كده فاينل بوت. طب فين اول بوت؟ هي دي اول بوت. اول بوت دي ما ينفعش انها بوت ولا لا؟ هو احنا بنعمل الخطوه دي زي ما انت قلت يا احمد البالون بتاع الستنت تمام، ولما كنا قبل الديكي كراش نشتغل الميني كراش احنا كنا يمكن الكلام ده كنا نحط كريم كتير. انا بطلع بالبالونه احط البالونه من هنا وجزء من هنا وانفخ البالون جزء منها ان انا بعد شويه اشيل كل حاجه من السايد برانش. لما بعمل كده الستنت دي بتبقى بوز كويس الناحيه دي وكمان بتسيب هنا سبيس للستنت الثانيه برشر ساعتها ميني برشر ان انا اعرف اظبطها واحركها هنا. هي الخطوه دي مظبوطه بس كلمه البوت دي ما اعرفش اذا كان بيصحى هم مسمينها كده في اللي هي الكلب يوركان كلب بتاعه هي طبعا مخبط لان البوت ده معناه لازم في مين بس بالظبط احنا بننزل تحت في السايد برانش عشان نعمل ملخبطه شويه بس قالوا ان هي ايديال ويسموها دي بوت عشان كده يعني كل الاستخدامات قالوا اللي هو ايه ريبيت بوت و هو من البرزنتيشن هي الاف
تمام رجعت كده خلاص موجود على زوم ماشي وصلت بس عايز ارجعها انا عايز اعمل كده تمام كده لا بس كده مش وصل بس هنا مش بس مش مشكلة معنا زينا بدا بقى كده مش طلع فخلاص عملنا positioning stent في side branch وعملنا deployment وتأكدنا من انها الستنت ما فيش مشكله بتاعت السايد برانش ونعمل اوبتمايزيشن للسايد برانش بعدين بقى الخطوه بعدها ان احنا المفروض نشيل الوايرز كلها من نشيل الواير بالبالون بتاعت الستنت من السايد برانش ونعمل كراشنج للستنت ديت عن طريق المين برانش او مين فيسل البالون اللي احنا سايبينها في ناس بتقول يعني بتقول احنا ممكن نسيب الواير في السايد برانش مفيش مشكله كان زمان احنا خايف عشان يحصل جيلينج وما نعرفش نسحبه بس مع الوايرز الجديده كده في ناس بتقول ممكن نخلي الواير كلاند مارك لينا عشان نعرف نري كروس بسهوله بس يعني هو الكلاسيك ان احنا معظم الناس بتشيل الواير من السايد برانش وتنفخ الستنت المهم جدا ان احنا نستخدم بالون هنا بتاعه المين برانش يكون 1 تو 1 عشان نعرف نعمل كراشنج كويس للستنت لان ده لو احنا ما عملناش كراشنج كويس للستنت ممكن ما نعرفش نري كروس بسهوله في المكان المظبوط بالواير بعد كده الخطوه بعدها ان احنا بنعمل ريكروسنج ودايليشن للاوستيوم بتاعه السايد برانش ثاني او اكشوال مش الاوستيوم للستراتس اللي احنا عملناها كراشنج ديت المفروض احنا بنعدي من سيل منها ونحاول نوسعها السيل دي عشان نعرف بعد كده نعمل الكيسنج كروسنج ده بقى المفروض الصح ان احنا في الكراش بنستخدم بروكسيمال سترات دايما اي كراش تكنيك بنستخدم عشان الناس بتلخبط دايما ريكروس عن طريق الديستال سيل ولا البروكسيمال سيل في الكراش اي كراش تكنيك المفروض نكروس ريكروس يعني عن طريق البروكسيمال سيل او الميد سيل على الاقل ومؤخرا بقى بيسموها نون ديستال سيل اهم حاجه نبعد عن الديستال سيل وهنوري الكلام ده ليه بعد كده يعني اما بروكسيمال سيل يا اما ميد سيل لكن دايما ما نوصلش لغايه الديستال سيل يعني بمعنى هنا اهو ادي عندنا زي اربع سيلز هنا مثلا اعمل ريكروسنج على اول واحد او ثاني واحد هنا كده لكن ابعد عن ان انا كروسنج في اخر الفيسل ده اللي سموه ديستال سيل فاحنا المفروض الايديا نعمل ريكروسنج بالنون ديستال سيل نبعد عن الديستال سيل دي سواء ميد او بروكسيمال
وهنوري ليه الكلام ده دلوقتي حالا. علشان لما بنعمل ريكروسنج ادي كده عندنا تو اكزامبلز للريكروسنج. هنا لما عملنا ريكروسنج في الديستال سيل ادي مين بس اللي هو ماشي كده، وبعد كده حطينا الواير هنا في الديستال سيل اهو، وبعد كده هنعمل كيسنج بالون. فاللي هيحصل بعد كده ان البالونه هتخلي الستنت كلها كرامبل في الحته البروكسيمال دي، وهتخلي الحته دي بير. على عكس البروكسيمال سيل لو احنا ادي مين بس ماشي كده والديستال كده، فاحنا عملنا ريكروسنج بروكسيمالي هنا كده خلاص. فنحط البالونه بعد كده او في ميد سيجمنت، يعني بروكسيمال او ميد يعني بقى مهم مش ديستال يعني. فنعمل بعد كده انفليشن للبالون هنا، هتخلي الستنت واخده انكومبسنج الهول دايمتر بتاع السايد برانش. مش هنحتاج، مش هنعمل المنظر ده، مش هيبقى فيه بير اريا ما فيهاش ستنت ولا حاجه زي كده. فده مهم جدا ان احنا دايما نحاول نريكروس في بروكسيمال او ميد، مهم نون ديستال سيل ده المهم ده. وده المنظر بتاع الستنت لو دخلنا في الحته اللي قلت لكم عليها اللي هي الديستال سيل، بيحصل في جاب كده ما بيبقاش فيها ستنت ميتال كتير، فبالتالي ده يبقى دي اريا فور ستينوزس وثرومبوس. بعدين نعمل فيرست كيسنج بالون انفليشن. فيرست كيسنج بالون انفليشن سايزنج 1 تو 1 للديستال فيسل، يعني السايد برانش اجيب اشوف الدايمتر بتاعه كام، اجيب بالونه على عدد الدايمتر بتاع السايد برانش، والديستال البايفوركيشن في المين فيسل برضو اجيب بالونه 1 تو 1، ونعمل كيسنج زي ما هنا عاملين كده اهوت كيسنج انفليشن. تمام. وبعدين ببص على منظر بعد الكيسنج بشوف الفيسل اخباره ايه، السايد برانش والمين فيسل. طبعا المين فيسل هو لسه فيه ستينوزس لكن وفي كالسيفيكيشن كمان، لكن السايد برانش بقى كويس مفتوح على الاخر. فنخش على الخطوه بعدها اللي احنا هنحط بقى الستنت في مكانها من اول بروكسيمال اند لحد الديستال اند بتاعه الليجن كمان هقف يعني خلاص، وديبلوي الستنت. وبعدين نعمل اوتوميزيشن مالهاش دعوه بالدي كي كراش. احنا بنحاول نخلي الستنت دايما احسن وضع ممكن، لان احنا شايفين ان الحته دي فيها كالسيوم وزي ما شايفين كده الستنت مش ويل ديبلويد، فبنحاول نوسعها نظبطها على قد ما نقدر. وبعدين نعمل بوت. هنا لو نلاحظ بقى هتلاقي مكتوب في البوت في التكنيك هنا اسمه ريبيت بوت. طب هو كان في اول بوت عشان نكتب ريبيت بوت؟ هي اول بوت بقى اللي قلت لكم عليه في البنش مارك، في البنش ستاديز بيقولوا ان اللي احنا نعمل انفليشن للبروكسيمال بارت على السايد برانش بس هو ده يسموه بوت. بس طبعا زي الدكتور محمد قال كده ان هو اسم تسميه غريبه جدا وهتلخبط، عشان هو مش بوت. بوت معناها ان احنا بروكسيمال اوبتمايزيشن، فاحنا بنتكلم على البروكسيمال بارت من البايفوركيشن اللي هي مين فيسل يعني، فعشان كده الاسم غريب شويه. لكن هنلاقي على طول هنا اول خطوه اسمها ريبيت بوت، لان احنا اول بوت اللي قلنا عليه بتاعت السايد برانش. مهم جدا واحنا بنحط الستنت بتاعت المين برانش ان احنا نسيب دايما مسافه قبل البايفوركيشن على قد اصغر بالون عندنا، يعني ما ينفعش ابتدي الستنت هنا من هنا مثلا خلاص واجي بعد كده اعمل بوت ما الاقيش بالونه تكفيني، الاقي اول بالونه يعني اطول بالونه اصغر بالونه عندي هتقوم داخله جوه المين بس، ده ما اسمهاش اسمه بوت. فانا دايما لما اجي اعمل بوت لازم اراعي ان انا اشوف اصغر بالونه عندي كام. انا مثلا الحته دي 3.5 ملي في الدايمتر، اشوف اصغر نان كومبلاين بالونه عندي كام، 3.5 في كام، في 8 في 10 في 12 في 12 مثلا. فانا لما اجي احط الستنت هنا في المين فيسل لازم اسيب مسافه هنا قد 12 ملي او اكتر سنه قبل البايفوركيشن، بحيث اعرف احط فيها البالونه واعمل بوت مظبوط. لكن لو دخلت جوه المين الديستال برانش فيسل هيبقى كده مش بوت مظبوط، يبقى كده بوسع حته اوفر سايز وهتدي ريزلت مش مظبوط. عملنا خلاص البوت خلاص، بنعمل كيسنج وبوت، هنعمل كروسنج تاني ونفس الكلام. اهم حاجه في الريكروسنج ان احنا نختار نون ديستال سيل، يا بروكسيمال يا ميد سيل، لكن مش ديستال سيل. عملنا برضه هنوسع الاسترات اللي احنا عدينا منها عشان نعرف نعمل كيسنج مظبوط. بعد كده هنبوست دايركت الستنت وهنبوست ونعمل كيسنج. بقى كيسنج هنا في اقوال كتير قوي تقول لك على طول تعمل كيسنج على طول، في ناس تعمل سيكونشال كيسنج السايد برانش الاول وبعد كده المين برانش الاول ثاني وبعد كده الاثنين مع بعض. والرقم ده بيقول ما بين 8 ل 12 اتموسفير في لما يكون سيموتينس كيسنج، يعني نطلع من 8 ل 12 اتموسفير. ممكن نطلع سايد برانش الاول مثلا 15 18 وات ايفر الرقم كبير هاي بريشر، بقى كده مين فيسل برده هاي بريشر، بقى كده الكيسنج مع بعض من 8 ل 12 اتموسفير. فده سكند كيسنج بالون انفليشن. تمام. احنا عملنا سيكوينشال بوت، عملنا المين فيسل بعد كده السايد برانش بعد كده المين فيسل بعد كده الكيسنج بالون انفليشن. ده بقى اهميه الكيسنج ستيبس كلها.
والدي كي كاش عشان كده الريزلتس بتاعته احسن من من من, من اخواته كلهم عشان عشان البنش ستادي دي. زي ما انت شايف لو احنا ما عملناش كيسك خالص احنا باصين هنا, بص عين عيننا باصه على السايد برانش ادي مين فيسل اهو, واحنا باصين من السايد برانش على المين فيسل ادي الستنت بتاعت السايد برانش, وادي المفروض الحته دي الاوريفيس ده هو اللي بيفتح على المين فيسل. لو احنا ما عملناش كيسك خالص شايفين الاوستيوم مليان ستراتس, فده كده الاوستيوم بتاع السايد برانش شبه مقفول او يعني يعني مش كويس خالص. لو عندنا وان ستيب كراش هو كان سامي مني كراش قبل كده, شوف منظر عامل ازاي, برده لسه فيه ستراتس مغطيه الاوستيوم بتاعه السايد برانش. لو عملنا تو ستيب كراش او دبل كيسنج يعني انفليشن يعني بيحسن جدا الاوستيوم بتاع السايد برانش وبيقلل جدا الانسيدنس اوف ستنت ثرومبوزز وريستنوزز وحاجات زي دي. عشان كده الريزلتس دايما اتحسنت بعد الدي كي كراش عن الكلاسيك كراشنج والميني كراش تكنيكس. وبعدين اخر خطوه بقى الفاينل بوت. فالفاينل بوت نفس الكلام, هنجيب بالونه سايزد للمين فيسل قبل البايفوركيشن وهنعملها انفليشن على الهاي بريشر عشان نحسن نزود الابوزيشن بتاع الستنت للوول بتاعه المين فيسل. بس اعتقد ان الفاينل بوت هنا بالظبط بتاع البالونه شويه عن يعني عن السايت بتاع الاوفرلاب بتاع التوستين, احنا مش عايزين نعمل ديس كونفيجريشن للكلاينر اللي اتخلق دي باي صوره من الصور. بالظبط, هي الدايجرام مش مظبوط, بس بص على بتاعت هي يعني بعيد عن الكلاين زي ما انت قلت كريم كده. بالظبط, هو الهدف من البوت الثانيه ديت حاجتين. اول حاجه ان احنا هنول ابوز الستنت في الوول. رقم اثنين احنا نحاول نخلي الفيسل نفسه شكله سيركلر زي الطبيعه زي ما مخلوق. احنا الاول كنا عاملين دي كي كراش كيسنج انفليشن باتنين بالونين مع بعض بيديك اوفال, بيخلي المنظر اوفال. فاحنا عايزين نرجع الفيسل للسيركلر شيب بتاعه. فالهدف الثاني ان احنا نريستور السيركلر بوزيشن السيركلر شيب بتاع الفيسل في الكات سكشن يعني. بس زي ما كيم قال كده نبعد عن الكراينه, يعني اذا احنا شايفين هنا دي الكراينه اهيت احنا بعيد عنها شويه كده, نعمل الفاينل بوت عشان نحسن النوبتايز او ريزلت. فاينل ريزلت بقى كده اتاكد من كل شيء كويس. بس ده بص هنا ده منظر الستنت في الديكي كراش, ادي الستنت المفروض اللي هي في المين فيسل خلاص, وبعد كده بروتودنج جوه سوري سايد برانش بروتودنج جوه المين فيسل وكراشت. بصوا هنا المنظر هيبقى عامل ازاي, هنخش جوه الفيسل من جوه عشان نشوف شكله عامل ازاي. هتلاقوا الستنت بقت خلاص نايمه خالص على الكراش اريا, يعني نايمه تماما على الول. ده بفضل الدي كي كراش. لو احنا ما عملناش دي كي كراش وان ستيب كراش او كده هتلاقي المنظر مش كده, هتلاقي حته من الستنت برده بروترودنج جوه اليومن, وبالتالي الانستنس اوف ستنت روبوز والريستنوز بيبقى عالي جدا. احد عيوب الديكي كراش هنا بقى ان احنا زي ما شايفين هنا عندنا 3 المنطقه دي في 3 لايرز اوف ستنت. هنا في اللاير الاولانيه كانت الستنت هنا, وبعد كده المفروض الستنت بقيتها الثانيه هنا, فالمفروض هي كراش. فعندنا 2 لايرز اوف ستنت بتاعت السايد برانش هنا والثيرد لاير بتاعه الستنت بتاعه المين فيسل. فدي الاريا دي بقى فيها 3 ستنت لايرز. اه طبعا هو مكبرين عشان الصوره تبقى واضحه يبان يعني, لكن طبعا المفروض ان هي احنا بنتكلم على 2 مللي او 1 مللي جوه الفيس, فالمفروض الكلام ده يوصل هنا مثلا اخرك يعني, لكن ده عشان بس التوضيح اكتر. مهم قوي ان الديتي كراش ثالث حاجه مهم قوي انك انت تماستر التكنيك ده, بس برضه في اوبشن ثانيه انك انت تعمل تيب بتاعك يعني استسهل تيب. هو الكراش طبعا حاجه حلوه جدا بس هي تكنيك ديماندنج, لازم عشان تعملوها في الاول تحط الورقه كده مكتوبه الخطوات عشان دونت ميس اني ستيب. لو انت عايز تعمل حاجه سهله تيب كل واحد اظن بيشتغل لازم يعرف يعمل كده كويس قوي وبعد كده يختار تكنيك. هو يمكن التلات بتاعتها لو انا عندي انجليزي تشانس ان احنا نبص لوزي او لو انا خايف على السايد برانش, فبالتالي لو انا عايز ابريبير السايد برانش كويس ممكن تكون الديكي كراش بالظبط. لو انا خايف على السايد برانش او شايف ان هو مش عارف اواير كويس السايد برانش او مش عارف اخش بسهوله, انجليشن بتاعته صعبه, في كالسيفيكيشن في حاجه كده,
وعايزه بروتكتد الاول يبقى اديك كراش انسب حاجه. لكن لو سايد برانش سهل دخوله ومفيش مشكله حتى لو سايزابل وكده ممكن طبعا التاب يبقى فالادفانتجز بتاع الدي كي كراش ان هو اول حاجه الفيرست كيسنج انفليشن ده بيزود السكسس بتاع الفاينل كيسنج انفليشن وبيحسن الكفرج بتاعت السايد برانش اوستيوم والستنت اوبوزيشن, زائد ان هو كومباتبل مع 6 فرنش وبالذات لو احنا بنشتغل راديال ف 6 فرنش هيبقى مريح جدا بالنسبه لنا ف ترانس راديال فريندلي, والايفيدنس كله في صالح الدي كي كراش بالنسبه للتو ستنت تكنيك. هنا بقى شويه ستاديز كده سريعا كده هنتكلم على, شوفوا هنا مثلا ده ديكي كراش 1 ترايل و2 و3, لو انا كان ما بين الكلاسيك كراش والديكي كراش, والثانيه ما بين البروفيجنال والديكي كراش, والثالثه ما بين الكيروت والديكي كراش. شوفوا هنا فاينل كيسنج بالون انفليشن السكسس بتاعها, لو كلاسيك كراش كان 76% سكسس, عارف الاوبريتور يعمل فاينل كيسنج بالون في 67% من الحالات, بس بنعمل ديكي كراش حسنت جدا عشان الفيرست كيسنج انفليشن ده حسن جدا الفاينل كيسنج, والسكند برضو الترايل الثانيه نفس الكلام 79 فيرسس 100, والثالثه الكيلوت 99 فيرسس 99 في الشرق خالص في الكيلوت عن الدي كي كراش. برضو الستنت ثرومبوزس لو ملاحظين الكراش كان 3% فيرسس 1% للدي كي, وهنا كان 0.6 2.2, كان اعلى طبعا بروفيجنال احسن من الدي كي كراش بالنسبه للستنت ثرومبوزس, والكيلوت اعلى من الدي كي كراش. عيب الديك كراش بقى كذا حاجه, اول حاجه انها مور ستيبس طبعا, محتاجين 2 كيسنج انفليشنز, محتاجين 2 بوت انفليشنز, محتاجين ريكروسنج بالواير مرتين على الاقل, وزائد ان احنا بنريكروس مالتيبل لازم قلنا في حته فيها في 3 لايرز اوف ستنتس, فريكروسنج بتاعها ممكن يبقى سخيف شويه, ومهم جدا ان احنا نركز واحنا بنريكروس ان احنا قلنا نخش النون ديستال استرات على قد ما نقدر, فكل دي تكنيكال يعني technically demanding procedure, ولازم يبقى mastering it كويس قوي عشان نقدر نعتمد عليه بسهوله. لو احنا ما عملناش kissing balloon inflation في الاول, بالذات في الاول مش كويس او الثاني حتى مش كويس, ده predictor of worse outcome, فاحنا لازم نراعي كويس قوي ان احنا نعمل kissing inflation مظبوط. لو احنا اخترنا sizing للبالون مش مظبوط, لو ما عملناش 1 to 1 sizing, فده برده هيؤدي الى ان احنا ما عملناش kissing مظبوط, وبالتالي هيقلل هيوحش الoutcome. لو احنا ما طلعناش adequate pressures بالذات sequential, ده لازم نطلع high pressure بالside branch وhigh pressure في main vessel, وبعد كده الكيسنج برضو من 8 إلى 12 at least. لو احنا طلعنا بأقل من كده برضو هيقلل جدا outcome بتاعنا. لو احنا عندنا calcification في side branch ostium هيخلي دايما stent opposition في side branch مهما طلعنا مش حلو قوي, فكل ده هيؤدي إلى quality وحشة للكيسنج balloon inflation, وهي في الآخر هيأثر على outcome clinical outcome بتاع العينين. زي ما قلنا مهم جدا نركز على الديستال وايرنج عشان الستاند ديفورميشن اتكلمنا عليها, وقلنا ان هو تريكي وتايم كونسيومينج, وزي قلنا في تريبل لاير في اللاترال وول بتاع البروكسيمال مين فيسل. كان في مشاكل طبعا الستنت ثرومبوزس, زي ما اتفقنا ان الدي كي كراش هي الستنت ثرومبوز اقل بكتير من الكراش, لكنه طبعا اوحش من البروفيجنال, عشان كده البروفيجنال هو الايديال في اي بايفيكيشن ستنتنج لو احنا هنتكلم على per se, لكن تو ستنت تكنيك الديك كراش من الحاجات الكويسه جدا. البروسيدور تايم اطول طبعا, هنا زي ما شايفين هنا مقارنه بين الكلاسيك كراش والديك كراش, هتلاقي هنا 108 من ناحيه الكونتراست 108 من سي سي فيرسس 130, البروسيدور تايم 35 فيرسس 46, ده في الديك كراش 1, والديك كراش نفس الكلام, والديك كراش 3 نفس الكلام. تكنيكلي ديماندنج لونج بروسيدور, فلور تايم طويل, كونتراست اعلى, لكن outcome كويس قوي لو احنا مش بنتكلم على provision, اي حاجه تانية غير كده outcome بتاعها كويس قوي. فان جنرال اتس ا فيري يوزفل ابروتش فور تو ستنت تكنيك, و it should be reserved للlarge verification زي دكتور محمد قال كده, ان هو لازم يكون sizable vessels, ولو في كمان significant side branch caliber discrepancy, لان لو ما فيش discrepancy في side branch ممكن افكر في كيلوت تكنيك, لكن هنا لو في discrepancy من side branch ومين vessel يبقى ديك كراش احسن. وزي ما كريم قال كده, لو في high jeopardy vessel closure side branch, يعني لو اي الان side branch مقفل وهو branch كبير ومش عارف يخش بسهوله, يبقى لازم protect it الاول عن طريق الديك كراش. Thank you very much. لو حضرتكوا حد عنده اي اسئله يا ريت يتفضل. يعني فايمن المي اس هي النقطه بتاعه الكريست ريكروسنج
دي ممكن بنحتاج سمول بالون علشان ان احنا نفتح سكه للديفايس بعد كده سواء كان البالون او السكه. تمام. نقطه ثانيه ان هو ساعات لما بنعمل الدي كروسنج البالونه الصغيره دي ايفن ان هي ممكن ما تعديش وممكن نلاقي في صعوبه في ان احنا نفاص حتى لو في سمول بالون. ممكن ساعتها ان احنا بنحل ده ان احنا بنعمل دي كروسنج في انذر ستراتس. دي ممكن انها في بعض الاحيان بتحل الموضوع ده لان ساعات بنبقى معديين ما بين الكراش بالستان وير معدي الكراش ميتال ده فممكن يبقى في صعوبه شويه في الموضوع. هي احد مشاكل النقطه دي بالذات عشان كده مهم جدا الكراشنج يكون مظبوط لان احنا ما عملناش كراشنج بكراشنج ببالونه 1 تو 1 مظبوطه ممكن يحصل الكلام اللي عايزه انت الستنت مش كراش مش كراش كويس وشكلها بعد كده كده جوه المين فيسل عند الاوستيوم بتاع السايد برانش فانت ما تخش ما تدخل وايه في حته كعبله كده ممكن يفضل يعدي من استراك جوه استراك يعني هتلاقي دايما في ديفيكولتي. فاحد حلول الكلام ده كله ان انت تعمل ثاني كراشنج لان ممكن يكون الكراشنج الاولاني ما كانش مظبوط قوي فانت هتستهلك استخدم 1 تو 1 سايد سايز بالون وتطلع هاي بريشر عشان تخلي الحته المكعبله دي بقت 1 لاير خلاص فبسهوله جدا تعرف تخش منها زي ما كريم قال كده او ان انا اجرب اخش في استرات تاني جايز اكون في الاسترات اللي انا فيها دي يعني برضو هي دي فيها الكعبله لكن استرات تاني واحده تانيه يكون احسن منها شويه وسالكه عنها شويه فدي احد الاوبشنز ان احنا يا اما نخش من انذر استرات يا اما لو احنا فشلنا نعمل تاني كراشنج لانه ده ممكن هو اللي شكله هنا. اي اسئله حد عنده اسئله اونلاين حد عنده اسئله محمد كان بيفكر اه محمد حاطط كومنت على على الفيرست بوكس اه بالظبط احنا زي ما اتفقنا عاده بنستخدم الستانت بالون نفسها نسحبها ورا شويه ونعمل هاي بريشر انفليشن وده بيبقى كافي بالنسبه لنا ما مش محتاجين قوي موضوع البوت يعني. شكرا جدا شكرا.